مبادئ وقيم إنسانية نبيلة اتصف بها معادن الرجال الذين أفرزتهم الأزمة الفائتة، وأوضحت أسمى وأرقى وأجلى معاني الوفاء والعرفان لمن يستحقها. نهني أنفسنا ونهني الشعب اليمني كامل وكل أحرار اليمن بسلامة وعودة الأخ الأستاذ نعمان أحمد صالح دويد الذي كان أحد ضحايا الجريمة النكراء التي ستظل محفورة في ذاكرة كل يمني. وإننا بهذه المناسبة إذ نطالب الجهات القضائية أن تخرج هذه القضية من أدراجها لترى النور وليحاسب كل مجرم بما فعل. فهذه جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولكنها ستظل محفورة في ذاكرة كل يمني، ولا بد من الحساب طال الوقت أو قصر. من هذه الشخصيات الاعتبارية الأصيلة الشهيد الحي الشيخ نعمان بن دويد، أحد جرحى جريمة الإرهاب السياسي والإنقلابي الذي استهدفه في مسجد النهدين الرئاسي وكبار قادة الدولة على رأسهم الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، مخلفا عشرات الشهداء الأبرار من رجال القوات المسلحة والأمن. الولد والأخ العزيز نعمان أحمد صالح دويد بالسلامة إلى وطنه وهو في صحة جيدة وعافية طيبة بعد أن عانى ما عانى من المتاعب والآلام بعد الحادث المؤلم والمؤسف الذي حدث عليه وعلى زملائه في دار الرئاسة. استنكر كلنا لحادث دار الرئاسة، الحادث الإرهابي الفظيع الذي ما فعلوش إسرائيل في الشيخ أحمد ياسين. الآلاف من مختلف شرائح المجتمع اليمني السياسي والفكري والقبلي ممن لا يزالون يتوافدون إلى منزل الشيخ دويد طالبوا فخامة الرئيس هادي والأجهزة القضائية تحقيق العدالة والقبض على الجناه والمتسببين في أشنع جريمة ارتكبت بحق الإنسانية على مر التاريخ. الآلاف الذي يحضرون إلى بيت الشيخ نعمان دويد مطالبين بتنفيذ العدالة بضبط الجناه الذي قاموا بتفجير جامع النهدين. نستنكر يعني القضاء ونستنكر الأخ وزير العدل الذي يقوم بإخفاء ملف جريمة دار الرئاسة داخل الأدراج. وكانت السلطات القضائية ووزارة حقوق الإنسان قد أطلقت عددا من المتهمين في جريمة دار الرئاسة، فيما لا يزال ملف القضية مجمدا في أوراق مكتب النائب العام ووزارة العدل حتى يومنا هذا. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء. تناقش وفرق مؤتمر الحوار